رسالة تحملنا على التواصي والتذكير والتنادي بجليل الرسالة وشريف المهمة وعظمة الدور المناط برقابنا فردا فردا، رجالا ونساء، في هذين الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وما بينهما من فجاج وطرقات ومحطات يمر بها خير وفد وأكرمه وفد الله جل جلاله، الملبين المحرمين القادمين إلى هذه البقاع الطاهرة تقودهم أرواحهم التواقة إلى هذه الأماكن المقدسة تنشد رضا الله ورحمته ورضوانه وعفوه والفوز بالموعود الكريم. يا من أكرمنا الله جميعا بالخدمة وتقديم الرسالة الجليلة في هذين الحرمين الشريفين، ونحن في الموسم الثامن من مواسم خدمة الحاج والمعتمر والزائر، وسام شرف وفخر لنا جميعا في هذا الانطلاق الكريم الذي تتوج به الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها في مواسم كل عام. حري بنا أن نتذكر هذا المقام الكريم. يا رعاكم الله.